قالوا يا أبا هريرة أتبكي على الدنيا؟ قال والله دنياكم هذه كلها لا تبكين، لا تبكيني، دنياكم هذه كلها لا تبكيني، وإنما أبكي على قلة الزاد، وأبكي على بعد السفر، وأبكي على ضعف اليقين، وأبكي لأنني أخاف يوم القيامة أن أسقط من أعلى الصراط في النهر. هذا الذي يخافه أبو هريرة، وقد روى 1500 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى أكثر من 1500 حديث، ويقول أخاف أن أقع يوم القيامة من أعلى الصراط في النهر.